قوات الله يمه قوات الله يطيش مرادك امير المؤمنين. هذا طبخ امي مفطح والترتيبات فول وهذا زوين. مو وقت هسه اول ما افطر لازم تفطر بشحمه تطحنون الناس بالناس وكيف تاكل شحمه بعد وقت بعد وقت تعال ابو امير شوي خلصنا التمن. التمن بعده ما مستوي؟ لا مستوي والله. حوشه تمن حوشه تكسر الحق مالك هسه والله عندكم سواش بعد يما شفت التصوير ظليت بس تحوشي والله صادق والله شافت التصوير وبس والله تعدي عليها التصوير وعدك صالح يما خي رئيس الوزراء مو نفس اسم الاعلام شافت التصوير وقالت حوسي اي بعد اوكي يما انت طباخه وانت غير طبخك كله عرفت بعدنا عروس بعد تم والله وطبخت لهم ذبايح بعدنا توني متزوجه ترى أم صدق أم صدق طباخة ترى مو عبارة والله مو هسه يعني بدوركم بعد تمين طبعا كل ما نجيب كل ما نجيب رقي يطلع أبيض. هاي هسه الوجبة الثانية بس هذا أحسن أحسن هذا شوية حلوات هاي شوية زين زين هاي ترتيبات زوين. يحب الموز حبالي قرد لما ظل اللحم مالك والله هذا كامل فطح فطح اي والله والله هذا الفطح شوفوه هو اللي يا مالتي مستوي فقير طاقت له فقير وين وين ضمير وحده كل ما كنا منها موجود لا ضمان لا 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 انا وزني ما خلي احد انا اريد هي هاي ما جبت هيك هاي فقيره انا هذا اموت على الطبيب على مود هاي السالفه بس هاي صغير ولا يمه يا كبير ها؟ كبيرة والله صغيرة شنو صايم ماكل؟ لا ابو ياكل لا والله ما تاكل شنو علاوي؟ شنو الوقفة؟ ها؟ شنو الوقفة علاوي؟ علي ابو حنان احلى واحد بيكم حتى احلى من ابوي شنو واقفين؟ استردون استردون اي بعد عمك في عمك عايشين ليش قاعد هيك؟ ايش فيك؟ اقعد اقعد عيب 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 يلا قوم يلا قوم خلنا ناكل قوم اليوم عندنا سواق ما شاء الله والامام علي عليه السلام وخر زوين كله غلط بعد عمك في عافيه عجين عافيه عبدها دعبه كلها غلط كثر تمه ترسى ترسى تمه ارجع والله غلط والله عشتي لك بس انت دواء عمي طاب جاينا يا اخي ليش التعب عمامك روح طب جوه عيب روح قاعد يم الزينه روح بس زيد اشتكي قاعد يم الزينه آه. والله لا زحمه من خاطر طاطون جيت لي هنا شوي جزاء الحراره انت سويت انت سويت روح زلمه كبير قدام الناس فضحنا عازمين انا مو عندنا ثواب كان ظهنا الباب الثاني يا ابو بكر وين زحمه سوين شبيك حبنا على جيبها جيبها زحمه لا لا ما له غلط ما له غلط والله ما لك علاقه ما لك علاقه تمنين اول مره اشوف رحمان صاحبك رحمان جاي روح اطلع برا زحمه وين رحمان صاحبك ولا ترى انت المره هاي خير زايد خلي الناس تاكل هو هذا شنو بطين يخاف واحد ياكل وياه الاكل اكل بالله انت الراد لك بعير مو طلع انت بعير الراد ايوه روح ما صافي ابو علي وحوش وين قاعدين؟ اوه شنو ناصر؟ حار الاكل؟
شوي جيب له خاشوقه انت ما تاكل بيدك والله يلا شيل 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 اللحم شيل شيل ها شوف صاب المرق عليها الحياة بنتخلص كل شيء شوف هنا متعودين عليها هذه العظام شوفوها سلسن السلس يضل يستنقى هاي العظام الزايد وياكلهن كلهن شوف الحكاكة احنا نسميها حكاكة اللحم حكاكة ما يفوت له وجبة ما يفوت له وجبة دوم غير شنت نايم بالفطور ليش نايم يعني عازمينك اليوم ليش ما تجي انا اسف بس والله اخذتني النوم وما فوتت تشيكولي العسكري بس تشيكولي فراسه خلاص انت عرفت الواجب وجيت ركض يا سيد ولا عارف الواجب وجيت ركض باب زوين سيد ولا كان بالمطبخ انه مقوش بس باوله ها شفتوه من الساعه ياكل لو ما شفتوه ياكل مو قلت كم فطوره وسحوره عندنا هذه ما تحس الف عافيه يما خلصت بلكه فقاره السيد يقول فقاره طبعا اليوم الخطار حبي شوي علاوي علاوي رح مره بك تناوي تحرقنا يا اخي شنو هاللزقه الشها عليك ساعه مشتهي شوي ساعه مشتهي ما ادري يا بلا تحرقنا هاي علاوي سي شنو صاحبك يا صاحبي لا والله صاحبك هسه زين هسه بالنسبه ما عندي وياهم يعني شنو هاللزقه هالشكل هذا ما الهمام الموضوع مو يمه لا شوف اللحم شوف اللحم هم عم صديقي لحم لحم غنم يجنن وهذا ابو التشيش هاي شورته بس تشيش هو على مود اشبع صار له 3 اشهر ياكل عندي يمتى يمتى الله يفقني منه يا يستحي يستحي علاوي لا تحرقنا علاوي بليان يا بلا تحرق يا بلا تحرقنا يا عم هسه ما تقول لي عماك هاك 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 25 جيب لك نفرتك بس اقول لك سيد شنو جوا؟ سيد شنو رايك؟ الحجاج منتظر زايون هذا الثاني حيدر تشيش حيدر سيد اسال حيدر هو هسه انا لزقي اوكي بالقيمه مسجل حضور بالقيمه وش عنده ما ادري صار له 3 اشهر يمي اسمع حيدر بخت بخت افتر ها والفجر ورحنا لنهايه الدنيا ونجيب له قيمه هو هذا ذاك يوم لقيتك فندم صاير رجل سيدك سميت له عبد المجيد والله عبد المجيد ترى سنفطح صبي ريحه لا لا راح سريعه كاف كاف ترى ولا كاف بعد دخان بعد دخان احترقنا اسمع الوضع رايح حلها رايح حلها او اجي 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 يا اخي ثلاث ساعات لا 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 صحيح 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 صح 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 لا صحيح 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 لا صح صح ليش ما بيها زر من فوق؟ لا بيها شلون تطلعها زر من صحيح صحيح صار لنا ثلاث ساعات فحمات ما محترقات يا اللي يعرف يحرق فحم يا اللي يحرق فحم ضبط عمي ضبط بعده ثلاث ساعات هاي اللحم ما يلحق على السحور على الغداء لا يلحق لو ما يلحق هاي الخلية مال النحل مال زيون ناس مسوية شلالات وبع شلال زوين